هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. وعند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصحابة يوما ليخبرهم عن فضل من فضائل هذا الدين وعمل عظيم فيه، فسألهم سؤالا يحفزهم يشجعهم على معرفة هذا العمل العظيم، قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم، أفضل عمل وأزكاها عند مليككم عند الله جل وعلا وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، أفضل من الصدقات وأفضل من الجهاد. الصحابة تعجبوا، قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي يفوق هذا كله؟ تعرفون ما هذا العمل؟ قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل يفوق كل شيء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كل شيء يسبح بحمد الله، النمل يسبح بحمد الله، السمك في البحر يسبح بحمد الله، الطير في السماء يسبح بحمد الله، البهائم، العجماوات، هذه كلها تسبح بحمد الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سبحان الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصف الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله، يشبهه بأي شيء؟ يقول: كمثل الحي والميت. الحي هو الذي يذكر الله عز وجل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله، قال: الذكر للمؤمن كالماء للسمك، وهل يعيش سمك بلا ماء؟ يونس عليه السلام لما خرج من قومه مغاضبا، غضب على قومه، وركب البحر في سفينة ساهم، فكان من المدحضين الذين ألقوا في البحر، فلما ألقي في البحر ابتلعه حوت عظيم. دخل يونس عليه السلام في بطن الحوت، تخيلوا إنسان في ظلام دامس في بطن حوت، إما أن يهلكه الغرق أو ربما يهلكه الحوت نفسه، أو ربما إذا ظل فترة يموت في هذا الظلام. في هذه اللحظات أسمع الله عز وجل يونس عليه السلام صوت تسبيح الملائكة الأسماك لربها عز وجل، وإذا بالأسماك تسبح الله ويونس عليه السلام يسمعها، فلما سمع الأسماك أخذ يلهج بذكر الله عز وجل. ماذا قال يونس؟ لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب الله عز وجل ليونس لما ذكر، لما تعلق قلبه بربه وصار اللسان ذاكرا استجاب الله له، فنجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين. الله عز وجل يقول لولا أن يونس كان في حياته في السراء مسبحا لله، ذاكرا لله، عابدا لله، لظل في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. من الأذكار التي تحافظ عليها وتحافظين عليها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر لو ذكرته كل يوم 100 مرة ما أجرك عند الله عز وجل؟ 100 مرة ما تأخذ دقائق من يومك، 100 مرة بعد الفجر، أو 100 مرة بعد العصر، أو في أي لحظة في يومك هللت بهذه الصيغة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه اشترى 10 واعتقهم لله جل وعلا. 100 مرة لا تأخذ دقائق، أعتقت 10 لله. من منا يتعود هذا الذكر في صباحه أو في مسائه؟ ما انتهى الأجر. 10 رقاب ثم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة ثالثة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي ينسى ذكر الله من؟ الغافل. أما المؤمن دائم الذكر، إذا وقف ومشى ذكر الله، إذا جلس ذكر الله، إذا استلقى على الفراش ذكر الله، كل وقته يومه وليلته ذكر لله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذكر على لسانهم دائم. يوم من الأيام يمشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة، فيرى في سفره مع الصحابة جبل، جبل اسمه جمدان، فقال لأصحابه سيروا، هذا جمدان، اسم الجبل هذا جمدان. ثم قال للصحابة سبق المفردون، في ناس سبقت الصحابة من شدة تنافسهم في الطاعات ما يرضون أن يسبقهم أحد من الناس. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ من هؤلاء الذين سبقوا؟ تعرف من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. قلها الآن وأنت تسمعني، قوليها الآن وأنت تسمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأنت في المطبخ تعملين، وأنت في السيارة تسوق، وأنت في العمل، وأنت تذهب إلى مدرستك، وأنت تمشي، وأنت مستلق على فراشك، عود اللسان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قلها الآن 100 مرة، قلها 1000 مرة، عود لسانك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أي ماذا أعمل، ماذا أفعل، وماذا أدع من شرائع الإسلام وسننه؟ قال فدلني على عمل أتشبث به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أعظم ما في الأرض وأعظم ما طلعت عليه الشمس
بل أعظم من الدنيا وما فيها ذكر الله جل وعلا الذي به تطمئن القلوب، أيسر وأسهل عبادة وأعظمها أجرا عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. باب القلوب له افتحوا، 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 باب القلوب له افتحوا. جاءت فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدة نساء العالمين تبحث عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تريد وتطلب منه خادما يخدمها، فقد أثر الرحى وشغل البيت في يديها رضي الله عنها، فطلبت خادما، حالها كحال غيرها من النساء. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الطلب ذهب إلى بيت ابنته فاطمة، وكان يحبها حبا جما، فاطمة كما قال النبي بضعة مني. فلما دخل فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندها، فلما دخل النبي عليهما قال: ألا أخبركما بخير لكما من خادم؟ تريدان شيئا أفضل لكما من الخادم الذي يعين في البيت؟ وأنا أقول هذا الحديث لكل امرأة ربما عمل البيت يرهقها، أو كل رجل ربما عمله في اليوم والليلة يتعبه. ألا أخبركم ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعطينا شيئا من القوة ويغنينا حتى عن الخدم إن كان عندنا يقين. قال: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، شوف الوصية لما يستلقي الإنسان قبل النوم، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34. كم صار؟ 100. سبحاه 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادمة، أفضل لكما من الخادم أو الخادمة. يقول الإمام علي رضي الله عنه، يقول: والله ما تركتها منذ أن ذكر النبي ذلك أبدا. فسئل الإمام علي: حتى في صفين؟ قال: حتى في صفين أيام الفتن ما تركها، لأن لسانه كان ذاكرا لله عز وجل. هكذا أهل الإيمان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رقى في المعراج إلى السماء فإذا به يلقى من؟ لقي إبراهيم الخليل، خليل الله، حبيب الله عز وجل. فلما لقيه وسلم عليه قال إبراهيم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، سلم على أمتك. إبراهيم الخليل يسلم علينا، أفلا نرد عليه السلام؟ عليه السلام، عليه السلام ورحمة الله. ثم انظر إبراهيم كيف هو حريص على هذه الأمة، أمة محمد. قال: وأخبرهم أن الجنة قيعان، أن الجنة طيبة وهي قيعان، يعني أرض صالحة للزراعة. ثم قال عليه السلام، قال: أخبرهم أن غراسها، يعني الأشجار، من أراد شجرة في الجنة، أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أي ذكر الله عز وجل هو غراس الجنة. الصلاة، الصلاة التي هي أعظم العبادات، الله عز وجل يقول للصلاة هدفين، للصلاة هدفان: الهدف الأول أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والهدف الثاني أنها تذكرنا بالله، ذكر الله الذي في الصلاة. لكن أي الهدفين أعظم؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله
ولذكر الله أكبر، أي أكبر ما في الصلاة أنك تذكر الله عز وجل فيها. المؤمن دائم الذكر، أول ما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله، أول كلمة يقولها الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله كلمة تملأ ميزانك عند الله عز وجل يوم القيامة. خرج النبي بعد صلاة الفجر للصلاة، بعد أذان الفجر للصلاة، فوجد زوجته أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها جالسة تذكر الله جل وعلا، فذهب وصلى وجلس حتى ارتفعت الشمس، ثم رجع مرة أخرى إلى أم المؤمنين والشمس قد ارتفعت، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما زلت على هذه الحال منذ أن تركتك؟ أنت لازلت تذكرين الله كل هذه الساعات؟ قالت: نعم يا رسول الله، أنا جالس أذكر الله عز وجل. عادة أهل الإيمان أهل التقوى وقتهم كله ذكر الله جل وعلا. فعلمها النبي كنزا من الكنوز، كنزا من الكنوز. قال: قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، يعني ما تأخذ دقيقة، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني أثقل مما قلتيه في الساعات كلها. وماذا قلت يا رسول الله؟ لنتعلم، لنحفظ، لنردد، لنحفظ أولادنا، لننشرها في الأمة. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. حفظناها؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالها ثلاث مرات أفضل من ساعات طويلة بذكر الله عز وجل. ولهذا الله جل وعلا يحذرنا أن نخالف الذين لا يذكرونه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أحيانا المال يشغلنا، التجارة، مع أن لا عذر للإنسان، لسانه في أغلب الأوقات لا ينشغل، ينشغل بالدنيا، يشغله بالطاعة بالذكر. أحيانا الأموال تشغلنا، الأولاد يشغلوننا، الدنيا والتجارة تشغلنا، اللعب واللهو يشغلنا، لكن الله عز وجل يقول كل هذه الدنيا ترى زينة، زينة زائلة، لكن الشيء الذي يبقى هو الذكر. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن ما الذي يبقى؟ والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أتعرف ما هي الباقيات الصالحات؟ أتريدين الباقيات الصالحات؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هناك أذكار في الصباح، أذكار في المساء، أذكار إذا خرجنا من البيت، إذا دخلنا البيت، أذكار قبل النوم، أذكار الاستيقاظ، قبل دخول الخلاء، بعد الخروج من الخلاء، أذكار إذا هاجت الريح، أذكار إذا نزلنا منزلا، أذكار قبل الطعام، أذكار بعد الطعام، أذكار في الصلاة كلها. كل أحوال المؤمن ذكر لله عز وجل، وإلا كيف يكون من المفردين إذا لم يذكر الله عز وجل كثيرا، ويكون من الذاكرين الله عز وجل كثيرا والذاكرات. ذكر الله أعظم ما في الكون. يوم من الأيام أحد الفلاحين يزرع الأرض، رجل فقير مسكين يحرث الأرض، ويرى في السماء سليمان عليه السلام يطير في الهواء في الريح، وسليمان سخر الله له الريح وأعطاه الله ملكا لم يعطه أحدا من قبله. فلما رأى الفلاح الفقير المسكين سليمان يطير في الهواء ماذا قال؟
والله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. حنا ما حصلنا شيء، حنا الدنيا ما حصلنا منها على شيء، لكن آل داود سليمان وآل داود عندهم ملك عظيم. فإذا بالصوت يصل إلى سليمان عليه السلام، فنزل سليمان إليه فقال: أنت الذي قلت كذا؟ قال: نعم أنا الذي قلت كذا. فقال سليمان عليه السلام لهذا الفقير، قال: والله لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي مما أوتي آل داود جميعا من الدنيا وما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. باب القلوب له افتحوا، 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 باب القلوب له افتحوا. يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة رجل في الصحراء على ناقته، على راحلته، على هذه الراحلة كل مصدر حياته، طعامه، شرابه، كل احتياجاته على هذه الراحلة، على هذه الناقة. فجأة شردت منه هذه الناقة، حاول أن يدركها، هربت، لم يستطع أن يدركها، فإذا به ييأس من الحصول على ناقته التي فيها حياته كلها، طعامه، شرابه، حياته كلها، وهو في أرض فلاة، أرض مقطوعة. فلما أيقن الهلاك وجد شجرة استظل بظلها واستلقى تحتها وانتظر الموت. نام الرجل ينتظر الموت، فجأة قام من نومه فوجد الناقة عند رأسه وعنده خطامها، فقام مسرعا فمسك بها، كل حياته قد عادت إليه مرة أخرى. فإذا به يقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، كان يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يشكر الله، لكنه أخطأ، وذلك من شدة الفرح. أرأيتم فرح هذا الإنسان الذي عادت له الحياة بعد الموت؟ كأنه أيقن الهلاك والموت، فجأة تعود له الدنيا كلها مرة أخرى. من مثل هذا الإنسان بالفرح؟ الله عز وجل أشد فرحاً، أشد فرحاً من هذا الإنسان بتوبة عبده، إذا تاب ورجع إلى خالقه جل وعلا. عصاه، أذنب، فجر، ارتكب كل الفواحش، ثم تاب إلى الله عز وجل، الله يفرح به. الله يفرح بمن؟ بالعاصي؟ الله يفرح بمن؟ المذنب الفاجر الشقي؟ نعم، الله يفرح به فقط إذا تاب إليه ورجع إليه. والله عز وجل لا يفرح فقط به، بل يحبه. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب من؟ يحب الذين عصوا وفجروا وأجرموا وأذنبوا ثم عادوا إليه واستغفروه، فإن الله عز وجل يحبهم. ما أحلم الله وما أرحم الله عز وجل بخلقه يعصونه، نعمه إليهم نازلة وذنوبهم إليه صاعدة، ثم يتودد إليهم وهو الغفور الودود، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. يذكر ابن القيم رحمه الله قصة أحد العارفين، كان يمشي في سكة من السكك فإذا به يرى موقفا تذكر به رب العالمين. ماذا رأى؟
رأى سمع صوت امرأة ربما عنفت على طفلها، ربما أخطأ بحقها، ربما أذنب بحق أمه، فإذا بها تسبه وتشتمه وتضربه. ثم الرجل رأى الباب يفتح في السكة، الباب فتح وإذا بالأم تطرد الولد من البيت ثم تغلق الباب عليه والولد يهرب. يقول العارف: فنظرت إلى الطفل المسكين يبكي، هرب من أمه، أخطأ بحقها، أذنب بحقها فعنفته وهرب منها. يقول الولد: أخذ يبحث يمنة ويسرى وهو يبكي أين يذهب، ما وجد مكانا يذهب إليه. رجع إلى البيت وجد الباب مقفلا، وضع رأسه على عتبة الباب خارج البيت ثم استلقى ونام. بعد فترة من الزمن الأم فتحت الباب تبحث عن ولدها. يقول: فإذا بالأم توقظ الولد وتحضنه وتقبله وتبكي وتقول له: يا بني يا بني، لا تحملني بمعصيتك لي على ضد ما جبلت عليه من الرحمة بك، أنا الله خلقني أرحمك أشفق عليك، لا تحملني بمعصيتك أنني أعاقبك. يقول ابن القيم: ولله المثل الأعلى، الله أرحم بعباده من الأم بولدها، يعصونه ثم يتودد إليهم. تخيل الحديث: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا الله، الله عز وجل يعصونه ثم بعد هذا يبسط يده ليتوبوا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذنب ذنبا في غزوة بني قريظة بعد الخندق. هذا الرجل ذهب إلى المشركين أو إلى اليهود يخبرهم بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهم، كشف سرا فعلم أنه أذنب ذنبا عظيما، ذنبا كبيرا أذنبه هذا الصحابي، فذهب إلى سارية المسجد وربط نفسه بها، قال: والله لأحل وثاقي حتى يعفو عني رسول الله أو يأذن لي، أنا ما أفعل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد فعل فلينتظر أمر الله فيه، أنا ما أحكم فيه، الله يحكم فيه، هذا أخطأ، هذا أذنب، ننتظر ماذا يحكم الله فيه. ما يفك وثاقه إلا لصلاة أو قضاء حاجة فقط، مربوط بالسارية، هو ربط نفسه، ندم، احترق قلبه، تقطع القلب على هذه المعصية، مو بس استغفر الله وبس، القلب يتقطع. في ليلة من الليالي هو في المسجد الآن، تخيلوا رابط نفسه. أم سلمة تقول: النبي عندي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين أم سلمة تقول: ضحك النبي فقلت: ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك، ضحكنا معاك يعني. تقول: فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم سلمة، أبشري يا أم سلمة، قد أنزل الله التوبة على عبده، قد أنزل الله التوبة على فلان. فإذا بها تسرع إلى المسجد تبشره، تقول: أبشر، قد أنزل الله توبتك. أراد الصحابة أن يحلوا وثاقه فقال: لا تحل وثاقي حتى يأتي رسول الله، بنفسه يحل وثاقي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. من فضائل هذا الدين أن باب التوبة مفتوح، وأن الله رحمته واسعة، وأن الله عز وجل يقول عن نفسه: والله يريد أن يتوب عليكم. الله يحب، يريد أن يتوب على الناس، لكن للأسف بعض الناس هم البعيدون عن ربهم جل وعلا. من أعظم الفضائل وأجلها باب التوبة الذي فتحه الله عز وجل، فلا يغلق إلا قرب قيام الساعة، فلنسارع إلى التوبة ولنبادر إليها. كلنا خطاؤون، لكن خير الخطائين
التوابون. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب.